مساء الخير مشاهدينا، وكالعادة نرحب معنا في دايت كير لنمط حياة صحية. معنا اليوم سارة دمشقية. في البداية نرحب فيك سارة. أهلا فيك. ثانك يو سارة. قاعد لاحظ اليوم على شوارع الكويت إعلانات دايت كير، وحتى في الانستغرام هناك إعلانات لعرض رمضان المبكر. شنو سالفة عرض رمضان؟ هلا بما انه كل الناس بلشت تحضر حالها لرمضان الكريم، فمشان هيك من دايت كير لحتى نشجع الناس انها تبلش نظام حياه صحي برمضان، عاملين عرض مبكر انه يلي بده يشترك برمضان حاليا من هلا لاول اسبوع من شهر 5 رح يطلع له هديه من دايت كير. الهديه هي عباره عن قسائم نقديه من دايت كير. ممتاز، هذا عرض جدا جميل. لمتى العرض موجود هذا سارة؟ لأول شهر 5، يعني تقريبا ليوم 11/5. سارة نبي نوضح حق الناس، خصوصا زميلي عبد الله طليحي في الحلقة السابقة سأل عن ممارسة الرياضة والتغذية الصحية. اليوم في كثير من الناس يعتقدون إذا هو مارس الرياضة ما يحتاج يعني يهتم في أكله، هل هذا الاعتقاد صحيح؟ هلا طبيعي 100%، الرياضة جزء كتير مهم وكتير أساسي من نظام الحياة الصحي، بس بلا نظام غذائي صحي، بلا ما الواحد ما ينتبه على أكله، ما رح يستفيد من الرياضة بالطريقة اللي هو بده إياها، سواء كان هدفه من الرياضة هو نزول الوزن أو كان هدفه بناء العضل أو خسارة الدهون. لازم يكون متابع مع الرياضة نظام غذائي صحي، لأنه أوريدي نحن منبالغ أصلا بقديش حنحرق سعرات حرارية بالرياضة. يعني مثلا إذا عملنا ساعة كرة قدم نحرق بس 500 سعرة حرارية، يعني مشي قطعتين بيتزا الخضروات حتى العجينة الرقيقة خلصناهم هال 500 كالوري. فلازم كتير ننتبه على نظامنا الغذائي لحتى ناخد الفايدة اللي بدنا إياها من الرياضة. زين سارة، للناس اللي تمارس الرياضة شنو أفضل نظام غذائي لهم؟ أهم شيء لازم أنه يأكلوا 3 وجبات رئيسية مع 2 سناك. أكبر غلط بيعملوه في كتير أشخاص أنه بيعتمدوا على وجبة واحدة باليوم، وهذا يأكل 6 وجبات، هذا صحيح؟ 6 وجبات كمان، في بعض الأجسام لازمها 6 وجبات، إيه، بس هو الفكرة أنه لازم يقسموا وجباتهم، تكون وجبات صغيرة مقسمة خلال النهار. وتقسيمة النظام الغذائي لازم تكون فيها أكبر نسبة هي نسبة النشويات، يعني 40-50% من النظام الغذائي حيكون من النشويات، 20-30% بروتينات، وكمان في عنا الدهون الحميدة. يعني مثل ما هون شايف كل طبق نحن جايبينه من بروجرام الرياضيين فيه نسبة نشويات وفيه بروتين. كمان نسبة بروتين، وفي المكسرات النية هيدي مشان الدهون الحميدة. بس احنا اتفقنا سارة في مرة من المرات زرتك في دايت كير وقلت لك ان وزني ثبت. نعم. مع اني انا ملتزم في الاكل الصحي. نعم. قلتي لي انت السناكس قاعد تزيد. نعم. في المكسرات، فالمكسرات حتى لو كانت مفيدة ونية. نعم. كثرتها تثبت الوزن. لازم ننتبه قديه عم ناكل منها، لانه عبارة هي عن زيوت، يعني فيها سعرات حرارية عالية. نعم. ممتاز. وسارة بالنسبة حق الناس اللي تمارس الرياضات الثقيلة. نعم. والاوزان الثقيلة. نعم. والناس اللي تمارس الرياضات الهوائية. نعم. هل يختلف ولا هما نفس؟ أكيد. طبيعة الرياضات اللي انت قلت عنها، يعني في عنا نوعين من الرياضة، رياضات الهوائية أو الكارديو اللي نحن بنسميها، يلي هي بتخلي القلب يدق بطريقة أسرع، طبيعتها بتختلف عن رياضات الأوزان أو الويت ترينينج، لأنه هي رياضات الأوزان ما بتعتمد كتير على نبضات القلب، بتعتمد بس على العضل أكتر. فلأنه طبيعة الرياضات مختلفة، أكيد النظام الغذائي تبعولهم حيكون مختلف. يعني الرياضات الهوائية بتعتمد على نسبة نشويات أعلى من رياضات الويت ترينينج، يعني اللي عم بده يعمل أثقال أو يضخم أو يجسم، غير عن السويدي والكارديو. أيوة، غير عن اللي عم يركض أو عم يعمل باسكت بول أو عم يلعب كرة قدم. يعني نظامه الغذائي أكيد حيختلف. ممتاز سارة، كثير من الرياضيين اللي موجودين معي في النادي شباب وصلوا لي هذا السؤال. نعم. ويحبون يعرفون مدى صحة هذا السؤال، متى المفروض الشخص يأكل قبل التمرين؟ نعم. وشنو المفروض يأكل؟ نعم. ومتى المفروض يأكل ما بعد التمرين؟ وشنو المفروض يأكل؟ أوكي، هلأ في نحن اللي منسميهم البري ورك أوت ميل والبوست ورك أوت ميل. أول شيء خليني أقول لك شغلي، اللي عم يعملوا الأثقال أو الويت ترينينج، الوجبة ما قبل التمرين ما كتير مهمة قد للي عم يعملوا الباسكت بول، يعني يلي عم يعملوا رياضات الهوائية وجبة ما قبل التمرين أهم من يلي عم يعمل الويت ترينينج. بس هون بدي ركز على شغلي، إنه نحن عادة حنأكل وجبة رئيسية قبل 3 أو 4 ساعات من التمرين، والسناك لازم يكون ساعة أو ساعتين قبل التمرين، مش نأكل
ودغري نعمل تمرين. يعني غلط الواحد ياكل وجبه يعني فيها بروتين وفيها كار وينتقل على التمرين. دغري ينتقل على التمرين، هذا كثير غلط، لازم اقل شيء ينطر ساعه. وجبه ما قبل التمرين لازم تكون فيها نسبه النشويات، ولازم يكون نسبه البروتين فيها 10 جرام مش اكثر من هيك. يعني هون نحن جايبين مثلا قبل التمرين الشخص فيه ياكل بنانا او الموزه، والموزه كل ما كانت مستويه كل ما احسن لقبل التمرين. مستويه افضل لقبل التمرين، يكون فيها سمار يعني. ايوه مش خضرة. أيوة. كل ما كانت مستويه كل ما احسن. وكمان فينا نعمل قطع تفاح مع بينات باتر او زبده الفول السوداني، هيدا مناسب تماما لقبل التمرين. فينا كمان اذا حدا بده ياخذ سناك ومستعجل قبل التمرين فيه ياخذ مكسرات نيه قد حجم الايد مش اكثر من هيك. وكمان على كل واحد على كف ايده، يعني انا كف ايدي اخذ شذي الميديوم. اوكي. ووجبه ما بعد التمرين على فكره هي اهم وجبه باليوم. يعني نحن كاخصائيين تغذيه بنقول وجبه الفطور اهم وجبه باليوم، بس للي عم يعمل رياضه وجبه ما بعد التمرين هي اهم وجبه باليوم، لانه هي اللي حترجع تخلي العضل ترجع تعطيهم الجلايكوجين ستورز تبعولهم لحتى الشخص يقدر يستمر ويقدر يعمل رياضه. فكتير مهم انه من بعد نص ساعه من التمرين نبلش نعمل اللي نحن بنسميه ريكفري. لازم الوجبه يكون فيها كربوهيدرات وبروتينات بنسبة 4:1، يعني 4 أجزاء كربوهيدرات لجزء البروتينات. مثلا نحن دائما نسمع عن البروتين شيكس أو الميلك شيكس، هيدول كتير مناسبين لبعض التمرين. من فترة نص ساعة لفترة ساعتين لازم الشخص يأكل الريكوفري ميل تبعوله، يلي هي فينا نكون ميلك شيك مثل ما قلنا، حليب مع فاكهة، أو فينا إذا اللي ما بيحبوا الحليب فيهم ياخدوا روب كمان يحطوا له فاكهة. فينا كمان نعمل ساندويتش، هون حاملين ساندويتش عبارة عن خبز أكيد قمح كامل مع بينات باتر وبنانا، هيدي كتير ممتازة. إذا لاحظت اختلف، من قبل التمرين عملنا فاكهة مع البينات باتر لحالها، بعد التمرين زودنا نسبة النشويات بالخبز يلي حطيناه. كمان فينا نعمل، هون جايب الشيف جبنة كوتت تشيز مع فاكهة كمان كتير مناسبة لبعد التمرين. سارة، يعني هل البروتين أو مشروبات الطاقة تنصحين فيها عند التمرين؟ شوف هلا نحن فينا ناخذ نسبة البروتينات اللي بنحتاجها من الأكل، بس في أشخاص يلي بيكونوا مثلا بدهم يخسروا وزنهم وما عم يقدروا ياخذوا نسبة البروتين، فينا نساعدهم ب البروتين بارز أو البروتين شيكس، بس هيدول لازم يكونوا أول شيء طبيعيين، ولازم نتطلع على الانجريدينتس أو على المكونات إنه يكونوا كله طبيعيين وما فيهم دهون ولا فيهم سكر زيادة. بالنسبة لمشروبات الطاقة هيدول ممنوعة بتاتا ممنوع مشروبات الطاقة، بس في مشروبات الرياضة يلي بتكون فيها ايوه هاي دول. مثلا اذا حدا عم يعمل تمارين كارديو او تمارين هوائيه لفتره اطول من ساعه فيه ياخذ مشروبات الرياضه، لانه بترجع بتعوضه بالفيتامينات والمينرالز يلي او المعادن يلي جسمه خسره وقت الرياضه. طبعا صار قاعد اشوف السويت الموجود قدامنا، ابي اعرف اكثر عن هذا السويت، شكله يعني يشوق على الاخر. نحن جبنا سويت لانه فينا قبل التمارين الناس بتحتاج طاقه، فمش غلط ابدا تاخذ مثلا اسبريسو او قهوه صغيره مع الحلويات، بس اكيد الحلويات بدها تكون قليله الدهن، مشان هيك نحن جبنا حلويات دايت كير قليله الدهن وقليله السكر. تيك اوي انا حاجزه تيك اوي. اوكي كل الشكر لك ساره، يعني ونتمنى لك مزيد من التقدم في دايت كير لنمط حياه صحيه، ونشوفك ان شاء الله في حلقات الجايه. وطبعا من بعد الفاصل معنا كلمه الفيلسوف والناقد السعودي الاستاذ علي الهويري المتواجد في دبي وتحديدا في منتدى الاعلام العربي، لانه عنده جلسه بعنوان ما هو العقل، واخذنا منه الكلمه اللي خصصها لنا في ليالي الكويت. من بعد الفاصل راح نرجع لكم.